فهنبتدي احنا نعمل الكيكه. هناخد البيض، عندي 4 بيضات فهنحطهم، وهنضرب البيض مع السكر. تمام، ادي 4 وهنحط عليهم السكر. عندي هنا 1/3 كوب السكر. تمام، وكمان عندي هنا 150 جرام من الساور كريم، يعني تقريبا 1/3 كوب او ممكن اكتر شويه. وعندي هنا زبده 150 جرام برضو، يعني تقريبا 1/3 كوب. درجه حراره الغرفه، عندي هنا دي، عندي هنا 1/2 كوب من دي الكورن فلاور يعني نشا، وعندي كمان تفاح. فالتفاح انا عندي هنا 3 تفاحة، احنا ممكن نستخدم مثلا يعني 2.5، او نشوف يعني هنعوز قد ايه. اكيد نشيل من التفاح القلب بتاعته البذر عشان احنا مش محتاجين فيه. لو عندكم فرصة طبعا ممكن نشيل القشر بتاعة التفاح، عشان دايما اي كيكة لو القشر مش موجود فيها بتكون طعمها احلى. فاحنا بنقطع التفاح مكعبات كده. قبل كده كنا عملنا كيكة بس حطينا السلايسات، ما عملناش مكعبات. تمام، فكده عندي البيض الضرب. فاحنا دلوقتي هنحط في العجينه زبده وكمان الساور كريم. هناخد احنا دلوقتي الدقيق والنشا، وبرده هنحط على العجينه. هناخد احنا كمان دلوقتي زي ما احنا قلنا النشا 1/2 كوب، نحطه على العجينة. النشا بتخلي الشكل بتاع الكيكة مختلف، يعني هتشوفوا زي مثلا انتوا بتشتروا الانجليش كيك من اي مطعم او اي محل، هتشوفوا ده الكيكة هتكون شكلها كده، يعني كيكة سبونج بتتعمل بالنشا، يعني حاجة جميلة جدا. فكمان احنا عايزين نزود بيكنج صودا مش بيكنج باودر، بتفرق شوية يعني في المادة، وعشان المادة تشتغل وتنكش العجينة هناخد شوية الخل، وهنشوف دلوقتي هتحصل ايه مع البيكنج صودا. هننزل بالخل البيكنج صودا، فزي ما انتوا شايفين هي بتبتدي تفور معايا. فاحنا دلوقتي المادة الكيماوية كلها هتنزل معانا في الكيكة. تمام، فهي هتخلي الكيكة بتاعتنا تطلع. تمام، فهنضرب الكيكة بتاعتنا، وفي نفس الوقت وبين الكيكة هتجهز عندنا هناخد التفاح، وبرضو هنقطع بقية التفاح
زي ما انتوا عايزين. لو عايزين التفاح اكتر في الكيكة مفيش اي مشكلة، لو عايزين تفاح اقل شوية زي ما انتوا عايزين. يعني على فكرة يعني احنا في روسيا عندنا انواع التفاح معينة بنستخدمها في الكيكات، يعني مثلا التفاح اصفر بالنسبة لنا مسكر قوي، وبعد ما يدخل الكيكة هو يعني بيطرق، فاحنا بنحب التفاح دايما تكون مقرمش شوية، فعشان كده انا بستخدم التفاح الاخضر. دلوقتي هناخد كمان شوية الزبيب وهنحط الزبيب على العجينة بتاعتنا برضو، يعني دي حاجة بتاعتكم. يعني انا بحب جدا الزبيب عشان هو بيعمل الطعم في الكيكات حلو، فعشان كده انا بحط الزبيب في الكيكات كتير. تمام، فدلوقتي العجينة بتاعتنا جاهزة، فاحنا هناخد العجينة هنحطها دلوقتي في الفرن، بس الأول هنحط شوية زيت في الطاسة، لو حتة طاسة تيفال أنا لازم ندهنها زيت عشان مفيش حاجة تلزع في الصينية. ودلوقتي هناخد نص من الكمية العجينة هنفرد تحت، ليه؟ عشان احنا هنحط التفاح على العجينة، وبعد كده هنحط بقية العجينة على الوش، عشان يعني برضو يعني مثلا في نوع من كيكة في الروسي اسمها شارلوتكا، فاحنا تقريبا عملناها مع بعض، دوروا في الموقع اكيد هتشوفوا لو عملنا الوصفة دي ولا لا. فالوصفة دي احنا كنا حطينا التفاح من غير ما نحط العجينة تحت، حطينا التفاح في القارة الصينية وهي منهونة زيت، وبعد كده حطينا عليها العجينة. لكن الوصفة دي لازم احنا الاول نحط شوية عجينة تحت، ودلوقتي واحدة واحدة هنبتدي نحط بقية العجينة على وش الكيكة كده هوت. يعني على فكرة اي كيكة فيها ساور كريم بتكون دايما دايما طعمها حلو جدا، وكمان مثلا في ناس ما بياكلوش بيض، ف يعني هيعملوا كيكة ازاي؟ يعني اكيد عايزين ياكلوا حاجة حلوة، فمثلا لو ما عندكوش بيض انتوا ممكن تاخدوا معلقتين كبيرة من الساور كريم وتستخدموا الساور كريم بعد البيض في الوصفات الكيكات، وهتشوفوا الطعم بتاعت الكيكة دايما تكون لطيف جدا. اهي هناخد شوية العجينة اللي فاضلة، انا بحب جدا اكل العجينة نية واولادي برضو كمان، فلما بعمل الكيكة دايما كلنا بنتلمع في الاخر على العجينة الفاضلة، ناكل من معلقة وناكل من المضارب بتاعت العجينة، وبعد كده يعني نقول لبعض يعني بنقترح يعني كده لو العجينة ناية حلوة اكيد الكيكة هتطلع حلو، لو العجينة ناية مش عجبتنا يعني بنقول ربنا يستر على الكيكة، بس معظم الوقت احنا يعني مبسوطين بالعجينة ناية. فاحنا هنحط الكيكة دلوقتي في الفرن